طلال الصلاحي أحد ضحايا الحرب ومخلفاتها، فقد عيناه خلال سنوات الحرب ويحاول التغلب على صعوبات الحياة ومرارتها المتواصلة في مسكنه الصغير بمخيم الجفينة بمدينة مأرب، فلا مسكن ملائما له ولأطفاله السبعة، ولا يملك القدرة على العمل لإيجاد لقمة عيش لأطفاله الصغار. أنا اسمي طلال عبد علي أحمد الصلاحي من محافظة إب، عايشنا في مخيم الجفينة، وعندي 6 أبناء وبنات، 3 أبناء وثلاث بنات، هذا هم الأبناء كلهم يدرسوا الحمد لله، وأنا في سبب إعاقتي تعورت بالحرب فرضتني، والآن الحمد لله عايشين على ما أنتم شايفين، والعيال والبنات يدرسون والحمد لله، وإحنا عايشين في هذه الكنتيرة على ما أنتم شايفين. مسكن طلال عبارة عن صفائح من الزنك وغرفة صغيرة، ومع اشتداد الرياح والأمطار يتعرض مسكنه للدمار ويتحول إلى قطع متناثرة هنا وهناك دون استطاعة في مواجهة التحديات وظروف الحياة الصعبة. بعد ما تعورنا في سبب الحرب، الآن ما نشوفش أي حاجة والحمد لله، والآن نعيش يعني على ما تشوفوا الآن في زنجة، المهم والحمد لله على كلها، المهم ما قدرناش نصلح البيت ولا أقدر، الحمد لله. كم معك أولاد؟ معي هذو 3 أولاد ومعي 4 بنات. طلال يؤمن بأن التعليم طريق النجاة الوحيد للجيل والأوطان، ويعمل على تدريس أبنائه وإلحاقهم بالتعليم، وهو أمر يتطلب تكاليف كثيرة باستمرارهم. الأولاد والبنات يدرسين، كلهم يدرسين، حتى الأم خلينها تتعلم جزم في مدرسة محو الأمية. ظروف قاسية يكابدها ذو الاحتياجات الخاصة ومن فقدوا أجزاء من أجسادهم أو حواسهم خلال سنوات الحرب، دون وجود للمؤسسات الإنسانية أو الجهات المعنية التي تقدم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم.